المؤمن بيخزن بألف. بألف بس ليش؟ هذا إيمانه ضعيف، هذا لازم يراجع إيمانه، ما عاد فيش مؤمن بيخزن بألف. طيب المؤمن الدبل؟ ولا الذي مؤمن دبل ايش بيخزن؟ بيخزن بألفين، يعني 60,000. بألفين بألفين صح الرقم لا بأس، بس لا عاد إيمانه ضعيف، لازم يتأهل هذا، دخلوا الدورات الثقافية وكذا لما يتأهل، إنه ما فيش مؤمن بألفين بس، أيش الإيمان هذا بألفين؟ إلا إذا في تخفيضات. طيب المشرف كم؟ بكم بيخزن؟ بيخزن ب10,000. ب10,000، حلو حلو. طيب اللي إيمانهم مفلفل يعني فل كامل فل أوبشن، هذا كيف وضعهم هذا الذي أصبحوا قيادات في المسيرة؟ عندما ينتمي الإنسان إلى مسيرة قرآنية وينتمي إلى أهل الجهاد وأهل الصبر والاستبسال. أيوة هذا أبو استبسال، هذا كم بيخزن؟ بيخزن ب90,000. يا سلام، ب90,000، هذا استبسال، هذا استبسال، الله يعين أسنانه على الاستبسال، يعني بيستبسل هذا أكيد من بعد الظهر إلى الفجر، بيستبسل في الجهتين. أيوه زي هذا أبو الاستبسال، شوفوا على استبسال فيه من كل جهة، ما شاء الله، واستبسال من كل جانب. هؤلاء المستبسلين، أما المساكين واللي مش مؤمنين ولا مؤمن دبل وله من القيادات مواطن عادي، كيف وضعهم؟ برد يا عم حرام، إن مئة أطفال ميتين برد، ما إلا خيمة وغرفة صغيرة، نصهم بالخيمة ونصهم بالغرفة، نيبت لنا برد، لا معانا لا در، لا معانا لا سكر، كل شيء لنا من المطاعم، ندور لنا من المطاعم، نشبع جهالنا نشبع، ميتين برد. وإحنا نرحم الله الناس فقيرين، الناس جاوعين جاوعين جاوعي، والله العظيم انه ذا يدخل اشياء رمضان ما معنا حاجه، او قيمه كيلو سكر، اقسم بالله العظيم ما اكذب عليكم يا عيالي. هذا واقع الشعب الحقيقي، اصبحنا في بلادنا اشبه بشعبين، شعب موجود في القنوات حقهم، هذا يمكنك اغنى بلد في العالم، والمواطن اليمني اغنى واقوى واعظم.